ربها وغذي الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وغذي أبيهم منك وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملته على الجماع يكبر الوثيق الذين كفروا إلى جهنم وزمارا حتى إذا جاءوها فتحت الأبواب وقال لهم خزنتهم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قال بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس المثل المتكبرين وسيق الذين تقربوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورسولنا أورثنا الأذان فنتفوق من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العالمين وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الذي مباشر الدنيا قبل الطرد شديد العقاب يجزي التور لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولا يغررك تخلفهم في البلاد قد ظفر صبر قبلهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسول يغزو وجادلوا بالبدر ليدهزوا به لقاء فخذهم كيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن والله يسبحون بحمده ربهم ويؤمن به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وغفرا للذين تابوا واتقوا سبيلك وأطيعوا أبا الغزين ربنا وادخل الجنة في العدل الذي وعدتهم ومن صلح من أبي وأزواج وذريات إنك أنت العزيز الذي وقيهم السيئات ومن تق السيئات يوم يزل الغدر همته وأتى وذلك هو الغدر إن الذين كفروا ينادون إلا قمت الله يدور من وقتكم أنهم يتضرعون إلى الإيمان فتغفرون قال ربنا أمتنا ثم سنتين وآيتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فولينا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفر ومن يشرك به تؤمن فالحكم لله ولي الكبير والذي يريد آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وادعوا الله مؤجلا له الدين ولو كره الكافرون ورفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده إلى يوم الطلاء يوم هم بارزون لا يقوى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله دون الواحد القهار اليوم تذكر نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدي الهناجر قاذبين ومن الظالمين من أمر ولا أجر ولا شر يطاع يعلم غاية العيون وما تغني الصدور ولا يغذي بالأرض والذين يدعون من دون الله يقولون بشيء إن الله هو السميع البصير ولم يسر بالله فينظر غير غنى صوت الذين قاموا من قبلهم كانوا هم أشد من قوة وعثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل من بينة فكفروا فأخذهم الله إنه غني شديد ولقد أرسلنا موسى بالبينة وسلطان مبين إلى فرعونها من أقرنا فقالوا فإن كفر فلما جاءوا بالأقيم من عندنا قالوا اقتلوا ربنا الذين آمنوا معه وصحيوا نساءهم وما كان الكافرين إلا في ذلك قائل أنذروني أخاف موسى وليعظوا ربه إن يخافوا أن يبدل دينكم أن يزور أو أن يظهر في الأرض الفضاء وقال موسى إني أصبح ربي وربكم من كل مترب لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ويتقتل ناس رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه يكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف لكم يا قوم لكم ولكم اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من باب الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا كبير رجل وقال الذي يعمل يا قوم يا قوم لكم مثل يوم إلا ذا مثل ذا